دعوا الله ربهما، أي الزوج والزوجة، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا. صالحا قال البعض صالحا أي سويا في هيئته في صورته، كاملا في صورته، له عينان، له صدر، له رقبة، يعني سليم. وقال الطبري رحمه الله تعالى بل صالحا تشمل كل شيء، يكون صالحا في جسده، صالحا في عقله، صالحا في دينه، صالحا في طباعه، صالحا في كل شيء، طالما أنه لم يأتي نص من الكتاب في المراد بهذا الصلاح أي شيء من هذه، صلاح العقل، صلاح البدن، صلاح الخلق، صلاح الدين، ولم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن يعم هذا الصلاح كله، كل صلاح. وهذان الزوجان الرجل والأنثى تعهدا عندما دعيا أو دعوا الله تبارك وتعالى لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، أي لنشكرنك يا رب على هذه النعمة بتوحيدك وطاعتك وغير ذلك.